مليون مبروك يوسف، يوسف رامي لاعب فريق النادي الاهلي مواليد 2007، ووالدته مبروك يا يوسف. اعتقد انا اوقات كتير جدا في رمضان كانوا بيفطروا في النادي علشان يلحقوا التدريب بتاعك، انا كنت بشوف كل حاجه. فاعتقد النهارده يوم يعني بتقدموا لهم المكافاه، واعتقد دي نقطه مهمه جدا. صح، لها دور كبير قوي والله في حياتي، هي وبابايا واخويا كمان. بس والحمد لله كان دوري صعب السنه دي، بس الحمد لله قدرنا ناخد البطوله السنه دي والبطوله الثالثه. بس انا ليا اول موسم هنا في النادي، بس الحمد لله. يعني عايز تقول لها ايه؟ يعني انا اكيد اللحظه دي بتبقى بتفتكر كل فرد تعب معاكم على مدار الموسم، تحب تقول لها ايه؟ وهي اعتقد زي ما قلنا ليها دور كبير جدا سواء في حياتك في الكوره او خارج الكوره. لا طبعا احب اشكرها جدا، هي ووالدي كمان ليهم دور كبير قوي في حياتي، واحب اشكر والدي كمان بالتحديد يعني عشان هو زعل مني دلوقتي ومشي، بس احب اشكره قدام الناس واقول له ما تزعلش مني يعني عشان انا هو مقصر معايا في حاجات كتير، فاحب اقول له ما تزعلش. احب اشكر امي طبعا. كابتن يوسف، يعني انا شايف الفرحه في عيونك، اعتقد بتبقى لحظه من اللحظات الاسعد لحظه انك تشوفي ابنك احسن واحد في الدنيا. الحمد لله، الحمد لله، والله الحمد لله. كان موسم طويل وصعب، واخر ماتش ده كان صعب جدا، بس هو الحمد لله يعني ربنا كلل تعبهم والله الحمد لله بالدوري الحمد لله. ايام كتير كنت بشوفكم بتفطروا هنا في رمضان، اعتقد يعني كانت الموضوع بالنسبه لك عشان المواعيد التدريبات كان الموضوع صعب جدا. ساعة الماتشات كمان اكتر كنا بنفطر ساعة الماتشات، لو عندنا ماتشات هنا كنا بنفطر هنا على طول يعني كلنا انا وكل اولياء الامور بصراحة. لا يعني الناس بتتخيل ان حياة لعيب الكورة سهلة، يعني الامور سهلة، في حاجات كتير صعبة جدا ما يعرفهاش. لا بجد والله، لا يعني اللي يعني اللي يطلع بطل في مصر، لا بجد والله يبقى بطل الحمد لله. لا في حاجات كتير كتير قوي الحمد لله. يبقى انت اسمك ايه؟ مالك. مش سامع خالص يا مالك، قبل كده بص للكاميرا. مالك. مالك. عندك كام سنة؟ 12. 12. بتلعب كوره ولا بتلعبش كوره؟ اه. ايه رايك في يوسف؟ لعب كويس ولا؟ اه حلو. يبقى شبه مين من لعيبه النادي الاهلي في الفريق الاول؟ وهو بيحب مين؟ امام عاشور. امام عاشور. طب هو جاب لك هديه لسه بتاعه البطوله ولا لسه ما جابلكش حاجه؟ لا. اطلب اللي انت، اطلب اللي انت عايزه دلوقتي، اطلب اللي انت عايزه، شوف انت عايز ايه هو يجيبه لك. مش عايز حاجه. لا اطلب، احنا كده انت معاك عرض كبير، معاك اوكازيون دلوقتي. احنا بندبسه على الهوا. عايز عربيه. عايز عربيه. بالظبط. كابتن اسامه ده كان جانب طبعا من احتفالاتنا ولقاءاتنا مع لعيب واسر لعيب النادي الاهلي مواليد 2007. مستمرين معاك يا كابتن اسامه، لكن من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز كابتن اسامه حسني. بنشكرك يا فاروق، شكرا جزيلا.